مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. بدأت الاجتماعات للجولة الثالثة للمسار الدستوري الليبي ولمدة 3 أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 من فبراير الجاري في مدينة الغردقة بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي. المشاركون في الاجتماعات أكدوا شكرهم للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري، مؤكدين أهمية هذا الاجتماع لكونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذي يرغبون به. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، المسار الدستوري الليبي الذي يجرى التفاوض عليه الآن، هل هو مسار سهل قياسا بالمسارات الأخرى؟ مساء الخير. بكل تأكيد هذا المسار هو أحد معضلات أو العقبات التي تواجه حل الأزمة الليبية في المرحلة القادمة بعد ما حدث من نجاحات فيما يتعلق بمسار السلطة الانتقالية في جنيف يوم الجمعة الماضي، وتم انتخاب رئيس حكومة مؤقتة السيد الديبة وأيضا رئيس المجلس الرئاسي السيد المنفي. بكل تأكيد هذا المسار يحتاج لأن يكون هناك جهد كبير من قبل الأطراف الليبية أو كل الفرقاء الليبيين في محاولة للاتفاق على أسس دستورية لورد دستور جديد من الناحية القانونية، بالإضافة إلى أن يكون هناك توافق بين كل الفرقاء الليبيين على إمكانية أن يكون هذا الدستور دستور شامل جامع كامل لكل المناطق الليبية والأقاليم الليبية بما فيها برقة وفيها أيضا فزان وبنغازي وكذلك أيضا طرابلس، باعتبار أن هناك معضلة أساسية تواجه حل أي الأزمة الليبية أو تصحيح المسار الليبي بعد ما حدث من الثورة الليبية في عام 2011 وأحداث نوع من خلل في توزيع المناصب وأيضا الاستحقاقات الخاصة بالمواطن الليبي في الأقاليم الليبية الثلاثة. ومن هنا هذا الاجتماع في الغردقة والاجتماع الثالث، كان الاجتماع في الشهر الماضي لحقق نجاحات إيجابية ويعول كثير على أن هذا المسار أو هذا الاجتماع الثالث في المسار الدستوري سيلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات إعداد دستور جديد وتحديد موعد نهائي لإجراء الاستفتاء الذي سوف يسبق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل 24 ديسمبر من هذا العام طبقا لخريطة الطريق التي توصلت إليها الأمم المتحدة عبر مبعوثاتها السيدة ستيفاني ويليامز مع المجموعة أو ملتقى الحوار الوطني في تونس وفي جنيف 3 أسابيع أو شهور الثلاثة الماضية. هذا المسار عليه درجة كبيرة من إعداد الدستور وتحديد جدول أو موعد أو إطار زمني للاستفتاء عليه تمهيدا لتشغيل محركات المرحلة الانتقالية قبل الذهاب إلى الوضع النهائي أي الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسية في المرحلة القادمة. برأيك هل المسار الدستوري والأزمة الليبية كلها، هل هذه الأزمة وهذا المسار أصبح بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، أم أن التجاذبات الإقليمية والدولية ما زال لها تأثير كبير في الأزمة الليبية؟ كل تأكيد هذه التجاذبات للأسف الشديد ما زالت قائمة، وما زالت هناك أطراف في الإقليم تسعى لاستمرار وتيرة العنف وتصارع أيضا أعمال التوتر والتشقق والشقاق داخل كل ما يتعلق بالإصلاح الأوضاع داخل ليبيا في هذه المرحلة الدقيقة. على سبيل المثال المجتمع الدولي والأمم المتحدة توفر غطاء وحماية بإمكانية تصحيح المسار السياسي والعسكري في ليبيا في هذه المرحلة منذ شهور عدة. نجد أطراف زي تركيا على سبيل المثال ما زالت حتى الآن في القارية ترسل طائرات محملة بأسلحة وفرق من الإرهابيين ومجاميع من الميليشيات إلى قواعد مثل مصرافة والوطية وقواعدنا العسكرية في الكلية الحربية في طرابلس، وبالتالي هذا الأمر يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة ومع قرارات أو مقررات مؤتمر برلين في يناير من العام الماضي لمعاقبة كل من يلجأ إلى استمرار وتيرة العنف وإرسال الأسلحة والميليشيات الإرهابية الأراضي الليبية، وبالتالي المجتمع الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة تحديدا عليها دور كبير في توفير استحقاقات النجاح لمسار التسوية السياسية وتصحيح المسار السياسي والعسكري والأمني في ليبيا في المرحلة القادمة، خاصة أن مهلة الثلاثة أشهر التي وضعتها الأمم المتحدة في 24 أكتوبر من العام الماضي 90 يوما لإنهاء وطرد وترحيل كل المجاهد الإرهابية
لم يتم تنفيذها، ويتوقع أن تكون هذه أحد العقبات أو أحد المهام الرئيسية لحكومة الجديدة أو الحكومة الانتقالية في ليبيا خلال الأسبوعين القادمين بعد تصديق البرلمان الليبي على هذه الحكومة. كانت التجاذبات الإقليمية والدولية ما زالت قائمة، نتمنى من المجتمع الدولي أن يسعى هذه المرة تشاه المسار، وأن يسعى أيضا لتوفير استحقاقات ومنخات الدعم سواء للمسار الدستوري كما تفعل مصر حاليا أو مسارات النجاح السياسي في ليبيا في المرحلة القادمة. هو السؤال الذي يستدعى السؤال السابق، هل توفرت بالفعل إرادة دولية لحل النزاع الليبي تماما، أم أن هناك بعض الأطراف ما زالت قادرة على وضع العصا في العجلة كما تفعل تركيا غالبا؟ هذه الأطراف ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة تبحث عن مصالحها في المقام الأول. الإرادة الدولية لم تتوفر بعد بشكل مطلق، هناك تجاذبات وهناك البحث عن توزيع أدوار بنجد كاتحاد الأوروبي كأمريكا كروسيا، لأن يكون لديها حضور فيما يتعلق باختنان الفرص الاقتصادية في المرحلة القادمة في حالة تحقيق الاستقرار الكامل والحصول على الجزء الأكبر من كعكة السيطرة والنفوذ الاقتصادي في مرحلة إعادة أعمار ليبيا. لكن للأسف في المقابل أيضا نجد الفرقاء الليبيين أنفسهم يتحملون جزء من هذه المسؤولية، لأن حالة الشقاق والتشقق بينهم ما زالت قائمة، حتى أننا كان لدينا درجة كبيرة من اليقين أو من القبول بأن ما حدث في جنيف يوم الجمعة الماضي سيؤدي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة ما إلى ذلك. نجد أن هناك خلاف بين برلمان طرابلس أو المتشابكين عن برلمان طبرق في محاولة لأن يكون لديهم درجة كبيرة من الحضور في التصديق على هذه الحكومة، في حين أن القاعدة الدستورية تطلب اتفاق الصخيرات تقول أن برلمان طبرق هو البرلمان الأول والحقيقي والكامل والشرعي للتصديق على الحكومة الجديدة للسيد عبد الحميد البيبة. وكل تأكيد هؤلاء الأطراف الليبية عليهم أن يتخلوا عن مصالحهم ونفوذهم والتباين، وأن يسعوا لخلق أجواء وتوفير نيات سابقة لإمكانية إحراز تقدم في مسار التسوية السياسية أو في المسار الليبي خلال المرحلة القادمة، ثم بعد ذلك تلتزم الأمم المتحدة بكل التعهدات التي خرجت بها في اجتماعات جنيف وفي المنطقة الحقوق الوطني في تونس وفي المغرب وغيرها بوسنيقة، أن يكون لديها درجة كبيرة من الضغط على الأطراف الليبية وأيضا الأطراف الإقليمية لوقف عبثها في المسار الليبي، وأقصد هنا تركيا في المقام الأول باعتبارها أنها ما زالت تشكل رأس حربة للفساد والتخريب داخل الساحة والمشهد الليبي. عموما نتمنى أن يتم حل الأزمة الليبية بالكامل، وأن يكون وضع دستور الليبي والاستفتاء عليه أمرا ميسرا حتى يعني تحل هذه المشكلة من أساسها. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا عبر الهاتف. نتحول إلى الموضوع الثاني والرئيسي في حوار اليوم، وهو متعلق بالقمة الإفريقية 34 التي تعقد افتراضيا لأول مرة بسبب انتشار فيروس كورونا. تداعيات الجائحة كانت الهم العريض الذي طغى على كلمات الرؤساء الأفارقة خلال جلسات أعمال القمة على مدار يومي انعقادها، فيما شهدت جلساتهم المغلقة مناقشة التقارير التي تتعلق بالتحديات التي تواجه القارة السمراء في الاستجابة للوباء، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تطعيم نحو 60% من سكان القارة في وقت لم تتلقى سوى 6 دول إفريقية شحنات قليلة من اللقاحات بسبب التوزيع غير العادل لها على مستوى العالم. الزعماء الأفارقة خلال قمتهم اتفقوا على وضع استراتيجية قارية موحدة من أجل مواجهة جائحة كورونا المستجد. حول تلك الاستراتيجية وأهدافها وتحديات التي تواجهها تدور حلقة اليوم من برنامجنا حوار اليوم مع ضيفي الكريم الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي سابقا. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أسعد أن حضرتك. نبدأ الحوار مباشرة ولكن بعد الفاصل. ما زال العالم بدوله ومؤسساته يكافح واحدة من أسوأ أزماته الصحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، إنها أزمة وباء فيروس كورونا،
وبوتيرة متسارعة وفي سباق مع الزمن تواصل شركات الدواء العالمية الحصول على تصاريح لإنتاج لقاحات من أجل إنقاذ البشرية من فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره دون رحمة أو هوادة. الزعماء الأفارقة خلال قمتهم 34 للاتحاد الإفريقي والتي تعقد افتراضيا لأول مرة قرروا وضع استراتيجية قارية موحدة من أجل مواجهة تلك الجائحة. أعضاء الاتحاد الإفريقي أعلنوا تمسكهم بمبدأ أن الكفاح العالمي لاحتواء الوباء يجب ألا يترك أي بلد خلف الركب، مؤكدين أن أفريقيا تقف ككيان واحد في مواجهة الأزمة. وقرر قادة وحكومات أفريقيا في ختام قمتهم الافتراضية وضع استراتيجية قارية موحدة يشرف عليها الاتحاد من أجل مواجهة كوفيد-19، وذلك لتوحيد الجهود الإفريقية في التصدي للوباء. كما قرر المشاركون أيضا في العمل تعزيز مكانة الصندوق الخاص بالجائحة وإنشاء منصة إفريقية تكون مهمتها توفير المعدات الطبية وتسريع الفحوصات للحالات المشتبه فيها في كل دول القارة. الاستراتيجية الإفريقية تضمنت أيضا منح صلاحيات أكبر واستقلالية أوسع لصالح المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي، ليصبح بذلك هيئة مستقلة في التمويل والعمل فيما يستلزم القيام به من قبل أعضائه لكل ما يرتبط بالأمن الصحي في القارة. كما أعلن البيان الختامي للقمة مناقشة القادة الأفارقة تقريرا حول فريق العمل الإفريقي الذي أنشئ مؤخرا من أجل تسريع الحصول على اللقاحات في ظل التوزيع غير العادل بحسب منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت أن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا على الصعيد العالمي تجاوزت عدد الإصابات المبلغ عنها. وأوضحت المنظمة أن 75% من تلك اللقاحات جرت في 10 دول فقط، وهي التي يشكل اقتصادها 60% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ولكن وبعد طول انتظار تمكنت العديد من الدول الإفريقية من الحصول على كمية ولو غير كافية من اللقاح، من بينها جنوب إفريقيا بؤرة الوباء في القارة السمراء، والتي حصلت على أول 1,000,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا. أكرر الترحيب بالضيف الكريم والعزيز الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي سابقا. مرة ثانية أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور، هل اجتماعات الاتحاد الإفريقي هل من الممكن أن تمثل قبلة الحياة والنجاة لقارة إفريقيا من وباء كورونا، خصوصا أن في دول كتير خففت الإجراءات الاحترازية؟ شوف حضرتك، التناسق والتناغم والتواصل بين مش الدول، بين الأسر والهيئات والمنظمات والدول، طبعا ده مهم جدا، لأن الناس بيكون في تناسق وتناغم، لأن الفيروس بينتقل من مكان إلى آخر ومن دولة إلى دولة، فلازم يبقى فيه نوع من أنواع الإجراءات اللي هي متناغمة ومتناسقة بين الدول علشان ما حدش يخش لها مصاب ومحدش يطلع منها مصاب. يبقى بحمي نفسي بحمي غيري، زي في الأسرة لو واحد أو في المكان العمل لو واحد مصاب لازم يمنع نشر هذا الفيروس إلى الآخرين، وفي نفس الوقت اللي مش مصاب يحمي نفسه من أنه يجيله هذا الفيروس من شخص مصاب. فهي الدول لما تتناغم مع بعضها وتتفق وتعمل قواعد، كل ذلك للحماية من ان هو ينتشر عندهم الفيروس، سواء من عندهم يطلع بره او من بره يدخل عندهم جوه. طب دكتور، ما هي احدث مستجدات انتاج اللقاحات في دول العالم المختلفة ومنها مصر بالمناسبة؟ وايضا هل هذه اللقاحات اثبتت فعالية كبرى في الوقاية من المرض، ولا يعني ده مجرد مسكن مؤقت؟ احنا عايزين نشرح للناس ايه الفرق بين المصل وبين اللقاح، لان يعني في لبس في هذا الموضوع. لو الواحد دخل الفيروس جسمه بيبتدي جسمه يكون مضادات
لحماية الجسم من هذا الفيروس أو البكتيريا. أي حاجة بتخش الجسم غريبة بيبتدي يكون مضادات. إذا كان قوة الفيروس وكمية الفيروس اللي داخل الجسم أكبر من كفاءة الجهاز المناعي بيبتدي تظهر عليه الأعراض، وتبقى شدة الأعراض تتناسب مع عدم كفاءة الجهاز المناعي للتغلب على هذا الميكروب سواء فيروس أو بكتيريا. لما احنا نيجي بقى نساعد الجهاز المناعي ونديله مناعة خارجية، يعني نديله جيش خارجي يسند مع الجيش الداخلي، ده اسمه المصل. يبقى إذن المصل احنا بنديله مضادات تساعد المضادات اللي عنده عشان تقدر تتغلب على كمية الميكروب الكبيرة اللي الجيش بتاعي انا مش قادر يتغلب عليها اصلا. ده المصل، وده يعطى الى المصابين. المصابين مصل يعطى للمصابين؟ اه ده المصل. اعرف انه ده بالنسبه للمصر، ده غير اللقاح. لسه ما اتكلمناش عن اللقاح. فيعطى للمصابين، واخد بال حضرتك؟ عشان كده في فتره في مصر كانوا بيعملوا بياخد دم المصاب ويطلع المضادات بتاعته ويديها للشخص تاني مصاب عشان يساعده على انه يتغلب ويساعد مناعته انها تتغلب على البكتيريا او الفيروس اللي موجود. ده المصل. اللقاح حاجه تانية. اللقاح الحاجه اللي معروفه من ازيل الزمن ان بيجاب الفيروس ويضعف الفيروس، يبقى ضعيف، ما يبقاش قوي، يبقى ضعيف قوي، بحيث ان هو لما يدخل الجسم هذا الفيروس او جزء منه، يعني احيانا ياخدوا جزء منه او ياخدوا الفيروس كله بس يضعفوه ويدخلوه جسم الشخص. لما بيدخل جسم الشخص وهو ضعيف، فطبعا المناعة قوية جدا بالنسبة للحاجة الضعيفة دي، فبالتالي بيقدر ان ينشط الجهاز المناعي ويعمل عنده ذاكرة يحتفظ بيها لهذا الميكروب، بحيث لما يجيله بقى الميكروب الاصلي سواء فيروس او اي حاجة يبقى هو جاهز بالجيش بتاعه وبالأسلحة اللي ممكن تؤدي الى القضاء على هذا الفيروس. ده اللي احنا بنسميه اللقاح. الطب من زمان بيقول لك اللقاح له مراحل لانك انت تنتجه. بيمر باربع مراحل، كل مرحله تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حسب الحاله. يعني انت لما تمر باربع مراحل يعني تتكلم على 12 سنه تقريبا، من 10 إلى 12 سنه ممكن توصل 15. تم انتاج اللقاح في خلال عام، عام ونص تقريبا، نظرا للظروف اللي احنا فيها. لان دي ظروف قهريه، حالة طوارئ، طوارئ وقهريه. لان بيقضي على ناس كتير قوي، فاختصروا المسافات علشان يقدروا يوصلوا بحاجه تحمي الناس، وكانت النتيجه بتاعته من 75 إلى 85% تقريبا نجاحه حتى هذه اللحظه بناء على النتائج اللي بيعلنوها. ده يعطى للافراد عشان يديهم شيء من الحمايه لو جالهم الفيروس، لكن ما يعطاش لاي حد مصاب، ما ينفعش. طيب جت امريكا غيرت النظام، عملت حاجه باللعب في الجينات بتاعت الار ان اي بتاع الفيروس، بتاع الدماغ بتاع الفيروس نفسه. وابتدت عملت حاجه مختلفه تماما، وعملت المصل الخاص بيها، اللقاح سوري الخاص بالموضوع ده، عن طريق اللعب في الجينات او ترتيب الجينات بطريقه معينه بحيث يدي مناعه، وقال لك النتائج بتاعته فوق 90%. بس له طرق معينه في الحفظ، لازم تحت درجه مش عارف 37 تحت الصفر وحاجات معينه. في ناس بتقول 70 تحت الصفر. انا مش متذكر الرقم، لكن حاجه تحت الصفر درجه كبيره. طبعا ده بيحد شويه من انتشاره او طريقه حفظه. اللي عملته امريكا حاجه من الاثنين، يا اما هيبقى طفره علميه غير مسبوقه، غير مسبوقه، وهتلغي كل الطرق القديمه للقاحات، يا اما هتبقى مشكله كبيره جدا ولن يكتب لها النجاح. انه اللي صح، دي ولا دي؟ ما نعرفش. لان دي حاجه جديده لسه علينا خالص، ما نعرفهاش. طب ما بيتمش دراسه الحالات التي حصلت على اللقاح ودراسه طبيعه جسمها بقى عامل ازاي، نسبه المناعه في هذا الجسم بقى شكلها ايه، ولا يعني المساله متروكه كده يعني بحكم الطوارئ اللي احنا فيها؟
لا طبعا، هو المفروض طبعا دي اهم نقطه. هي دي اهم نقطه في الموضوع، ان لما بيتاخد الناس بتاخدها لقاح بتعمل لهم استماره، والمفروض يتم متابعتهم حتى يتم تقييم هذا اللقاح. دي نقطه مهمه جدا، لان هيقيم اللقاح ازاي؟ ما هو مش هيقدر يقيمه لان دي حاجه لسه جديده. فلازم يتم متابعه كل من قام بالحصول على هذا اللقاح والتطعيم به، بحيث ان هو يقدر يعرف ايه النتائج اللي تمت. احنا سمعنا عن حالات حصل فيها مضاعفات وحالات تانية ما حصلش فيها مضاعفات. طيب هيقعد قد ايه الشخص دوت عنده مناعة؟ ده برضه سؤال مهم جدا. هو بيقول لك ان انت لازم تاخد جرعتين مش جرعة واحدة. ما طبعا هتاخد الجرعتين، خلصنا الجرعتين هيفضل عندك مناعة قد ايه؟ برضه ما تقدرش تحكم غير بالتجربة. طيب هل الدول الإفريقية محكومة بحكم ظروفها الاقتصادية والعلمية بأنها ما تاخدش إلا نوع معين من اللقاح زي سينوفاك اللقاح الصيني؟ لأنه بيقول لك الدول الإفريقية لا تمتلك ثلاجات تقدر تحفظ فايزر مثلا تحت درجة حرارة 70 مئوية أو 37 زي ما حضرتك تفضلت. أنا مش بذكر يعني هما بيقولوا أن الأفضل أنه اللقاح الصيني يكون الأقرب لظروف الدول الإفريقية بحكم أنه بيتم حفظه في درجة حرارة معقولة. بص، اللقاح الصيني ماشي طبقا للتقاليد الطبية اللي احنا اتعلمناها واللي عرفناها. اللقاح الأمريكي ده حاجة جديدة ما نعرفهاش، غير مسبوق، ما اشتغلناش عليها ولا نعرفها. وبالتالي ما نقدرش نحكم، زي ما بقول لحضرتك ممكن ده يبقى طفرة علمية تلغي كل اللي فات، ممكن تبقى وبال. يعني الاحتمالات كلها مفتوحة، الاحتمالات كلها مفتوحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طريقة التخزين والنقل بتاعه ما هيش سهلة، مش سهل ان تتوفر هذه الخواص بتاعت درجات الحرارة سواء 70 تحت الصفر أو غيره في أماكن التخزين أو أماكن النقل، ما هيش سهلة. وبالتالي ده بيحد شوية من طريقة انتشاره بين الدول. طبعا هيبقى في فرق كبير في السعر بينهم إذا كان هيحاسبوا هذه الدول عليها. دي كلها عوامل بتحد من انتشاره. طيب يعني بالنسبة لينا هنا في مصر، كان في أحاديث إن سيتم إنتاج لقاح مصري، ما مدى صحة هذا الكلام؟ على حد علمي إن فعلا في مراكز بحثية بتقوم بعمل أبحاث، وأعتقد إنهم تقدموا شوية في الأبحاث ديت للوصول إلى لقاح معين، وهم في مرحلة تجارب، أعتقد هيوصلوا لمرحلة التجارب الإكلينيكية، لأنه زي ما قلت لحضرتك بيمر بمراحل معينة عشان يقدر يقول إن ده آمن وفعال. لازم يمر بهذه المراحل، فأعتقد إن هم تقريبا في المرحلة الأخيرة أحد هذه المراكز البحثية في مصر. خلي بالك إحنا عندنا في مصر علماء شطار جدا في مجال الفيروسات الحقيقة يعني، وإمكانيات هايلة بالنسبة لمصر. أنا مش بقول كده عشان أنا مصري، لكن أنا بقول لك واقع فعلا أنا عايشه وشفته. فتقدر انك انت، وبعدين خلي بالك هيبقى الاسعار مختلفه تماما، زائد قدرتهم على توفيره للناس هتبقى ايسر كبيرة طبعا، احسن ما تستورد من بره طبعا، ايسر بكتير. بالعكس انت ممكن بعد كده تساعد الدول الافريقيه، لان دايما مصر هي منبع الحضاره فعلا، ده حقيقي، وهي اللي تقدر انها بالخبرات بتاعت الدكاتره والخبرات العلميه الموجوده تقدر تساعد الدول الافريقيه، واحنا كلنا في سله واحده هي سله القاره الافريقيه. طب في ناس بتقول لك انت ازاي بتعمل لقاح حتى ده على مستوى العالم كله، بينما هذا الفيروس يتحور كل شويه وفي سلالات جديده منه زي اللي ظهرت في انجلترا وتسببت في الاف الحالات من الاصابه، يعني هل تصنيع لقاح مناسب لفيروس بيغير من نفسه كل شويه؟ دي مشكله الحقيقه، وهديك مثال بسيط جدا. عارف الناس اللي بتاخد المصل بتاع الانفلونزا؟ في كتير قوي بياخدوه، لازم ياخدوا كل سنه، بتاع كل سنه مختلف عن السنه اللي قبلها، لان الفيروس الانفلونزا بيغير من شكله. فبالتالي ما عامل زي القط والفار، هو بيغير من شكله، يروح هم مغيرين من نظام اللقاح اللي هيستخدم. فطبعا اذا حصل وفيروس السارس كوف 2 اللي هو مرض الكورونا غير وتحور، هيضطروا هم كمان يحوروا في
اللقاح اللي هم بيعملوه، لأن إلا إذا كان التحوير لا يؤثر على قوة المناعة اللي ممكن تتدخل. دي ما تقدرش تعرفها غير بالتجربة، ما تقدرش تعرفها غير بالأبحاث والمعمل، لأن هيتاخد الفيروس وهيتعمل عليه الأبحاث ويشوف إذا كان فعلا ده محتاج تغيير في نظام صناعة اللقاح أم لا يحتاج وده كافي له. طيب أيهما كان أوقع، أن أنت تعمل لقاح المفروض أنه كان يحتاج إلى حوالي من 10-12 سنة تجريب، أم كنت تصنع دواء ومضادات حيوية للقضاء على المرض عند من يصاب به؟ لا، أنت ما تقدرش توقف الواحد وتسيب التاني، تلازم تمشي مع الاتنين مع بعض، واخد بال حضرتك؟ فده للحماية والوقاية اللي هو اللقاح. طيب المصاب بقى تعمل فيه ايه؟ ما انت عندك فريقين، فريق مصاب وفريق انت عايز تحميه عشان ما يتحطش تحت تعداد المصابين. الفريق اللي انت عايز تحميه وما يتحطش تحت تعداد المصابين هتديله اللقاح. الفريق المصاب لازم يعالج. العلاج بتاعه حتى هذه اللحظة ما فيش حاجة متخصصة في القضاء على الفيروس، ما فيش. فكل دي اجتهادات وتجارب وعوامل مساعدة. الشخص دوت حصل عنده أعراض كذا، وإحنا عرفنا أن بيحصل أعراض الفلانية في هذا المرض، حصل تجلط، فبنبتدي ندي حاجات تمنع حدوث التجلط بالنسبة للشخص اللي هيصاب بالفيروس. كان الأول بالنسبة لضيق النفس، ابتدى يقول لك لا، ابتدى ده بيحصل تجلطات، والمشكلة في التجلطات اللي بتحصل جوه الجسم. فإذا كلها حاجات بتساعد على عدم حدوث مضاعفات من تواجد هذا الفيروس، إضافة إلى أدوية تساعد على منع نشر الفيروس جوه الجسم. أنت حضرتك بيخش عندك الفيروس من الجهاز التنفسي أو من العين أو ما بيدخل الجهاز الهضمي، مش وارد في القصة دي؟ لا، هو لغاية دلوقتي الجهاز التنفسي أو العين، المداخل الطبيعية بتاعته. تمام. وما فيش ما يثبت علميا أن هو بيتم انتقاله بالأكل، لم تثبت ذلك. فإذا الجهاز التنفسي هو الأساسي، بيخش جوه، لما بيدخل الفيروس جوه بيجي على الخلية ويقدر أن هو يخترق هذه الخلية. طيب لما الفيروس على فكرة مش كائن حي، مش عايش، لكن هو بيبتدي يخترق الخلية ويخش الخلية ويسيطر عليها. أنا عايز أمثله لك بحاجة لطيفة قوي. الموبايل ده فيه شريحة. الشريحة دي لو حضرتك حطيتها على الترابيزة لها قيمة؟ لا خالص، ميتة، لا قيمة لها. بالظبط، هي دي الفيروس. لما ناخد الفيروس أو الشريحة دي وحطها جوه الموبايل، هتسيطر على الموبايل وتقدر تتكلم العالم كله وتسيطر على كل المجتمع. صحيح، وتعمل اتصالاتك كل حاجة. هو ده اللي بيعمله الفيروس. بيخش يسيطر على الخلية، لأن العدة اللي جوه الموبايل دي موجودة جوه الخلية. هو من غيرها ما يعرفش يشتغل. فأول ما بيخش جوه الموبايل اللي هو جوه الخلية، بيسيطر عليها ويبتدي يشغلها مين بقى؟ لحسابه الشخصي. حسابه الشخصي يعني إيه؟ يعني هو دخل فيروس واحد، والفيروس تخلص من الجدار بتاعه وطلع المخ بتاعه اللي سيطر بقى على الخلية، بقى هو المسيطر التام عليها. ابتدى يخلي الخلية تشتغل لحسابه ويستخدم المواد والخامات بتاعتها، ويطلع بدل ما هو داخل فيروس يطلع ويتكاثر ويخليها تصنع مثلا 1000-5000 فيروس. كل واحد من دول هيطلع ياخد خلية تانية، اخدها الخلية دي يستنزفت خلاص، يسيبوها ويروحوا الخلايا الجديدة، الخلايا الجديدة يبتدي يعملوا نفس الحكاية يسيطروا عليها، عشان كده بيدمر الخلايا ويشغلها لحسابه. هنا ابتدت الأدوية تتدخل، ان يبتدي يدي دواء يمنع الفيروس دوت ان هو يسيطر على الخلية، او دواء تاني يمنع الفيروس ان هو يتكاثر، او دواء تاني يمنع الفيروس ان هو يخش اصلا الخلية. هنا ابتدت الاستخدام أدوية مختلفة، ودي معروفة في السوق، ومع أدوية تانية تساعد على المناعة. يعني هناك من يقول أن الدواء اللي المفروض ياخده من يصاب بكورونا وتظهر عليه الأعراض هو مذيبات جلطات الدم، هل ده صحيح طبيا ولا يعني ده فرض ملوش نظرية علمية؟ بص، في حاجة ظهرت في الفترة الأخيرة دي غريبة جدا مع الشعب المصري. يقول لك شنطة الكورونا. انا مش فاهم هم جابوها. بقول لك البروتوكول بتاع العلاج يا فندم، مفيش حاجه اسمها كده في الطب. مفيش حاجه اسمها شنطه الكورونا، مفيش حاجه اسمها كده. ان انا يروح الواحد يوزع شنط للعلاج الكورونا، مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟ لان الطبيب بيشوف الحاله ويدي ادويه طبقا للحاله. هو اللي بيحصل انت بتفصل البدله
على الشخص اللي قدامك عشان يعرف يلبسها. ما ينفعش اديك بدله اقول لك دي لكل الناس. فاذا صح، في طويل في قصير في تخين في رفيع بالظبط ما ينفعش. فاذا لازم، ما فيش حاجه اسمها انا باخد دواء مذيب للجلطات وكده خلاص انا مش هيجرى لي حاجه، واخد مضاد حيوي زيستروماكس واخد مش عارف ايه الحاجات الغريبه اللي انا بسمعها ديت والناس بتتابعنا بتوزع شنط الكورونا. ده ما فيش حاجه في الطب اسمها كده. لازم الدكتور يدي جرعات معينه وجرعات بنسب معروفه والاوقات محدوده ويتابع الحاله بتاعت المريض، لانك انت ممكن تدي له دواء يساعد على سيولة الدم ويحصل له نزيف لا قدر الله. فانت لازم الحاجات دي كلها تحت اشراف طبي ولازم تبقى محسوبة. فدي نقطة الحقيقة انا اهيب بالاخوانا والشعب المصري ان ما يتجهش ناحية حكاية شنط الكورونا او ادوية ياخدها من اي حد مش طبيب، لازم تبقى تحت اشراف طبي ولازم الجرعات تتفصل. يا فندم السن بيفرق، واحد عنده 70 سنه واحد عنده 14 سنه ازاي هديله نفس الجرعه؟ ما ينفعش. واحد عنده مرض في الكلى واحد ما عندوش مرض، يبقى برضو لازم احدد الجرعه، لان الدواء بيتاخد فيه ادويه الكلى هي اللي بتطلعها بره الجسم. لو عندي انا مشكله في الكلى يبقى الدواء هيفضل موجود فجرعاته هتتزايد مع تعاطيها، فلازم انا اقلل الجرعه بالنسبه لهذا الشخص. واخد بال حضرتك؟ ففي حاجات كتير، عوامل كتير جدا بتخلي الدكتور يبتدي يحدد في تفصيلته للبروتوكول طبقا لحالة المريض اللي قدامه والحالة الأجهزة اللي موجودة جواه عشان يقدر يحدد الجرعة المناسبة له. طب دكتور، معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، ربما الهند هي من أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا المستجد. ماذا عن الدول الإفريقية الأكثر إصابة بالفيروس؟ أيضا ماذا عن عدالة توزيع اللقاحات؟ بص، هي أمريكا دي أنا مش فاهمها الحقيقة. يعني أنا عشت هناك 15 سنة لكن الحقيقة في حالة الكورونا دي أنا مش فاهمها. يعني يبدو أن هم ملتزمين بالقواعد، يعني الرئاسة لما بتقول لهم ما تروحوش الحتة الفلانية بيسمعوا كلامها. لما يقولوا لهم التزموا بأنكم تلبسوا الماسك وعملوا كذا المفروض أن بيسمعوا كلامها. ليه الفيروس عندهم منتشر بهذه الطريقة؟ ده الحقيقة كويستشن مارك كبير، أنا علامة استفهام كبيرة، أنا مش فاهمها الحقيقة. هل تدخل في هذا الموضوع فكرة المؤامرة؟ يعني كلنا بالتأكيد قرينا وسمعنا إن الفيروس عده قسم الحرب البيولوجية في البنتاغون الأمريكي من أجل أن يسربه إلى الصين، وتسرب إلى الصين بالفعل، ولكن ردت الصين أيضا مخابراتيا، ويعني زي ما بيقولوا انقلب السحر على الساحر. حضرتك ممكن تصدق الفرضيات دي ولا يعني دي لمن يحب الحواديت زي ما احنا بنقول؟ بص، كل دي سبيكيوليشنز، يعني كل دي مقترحات لن تغير من الامر شيء. مين عمله مين نشره دي مش شغلتنا. اللي شغلتنا وشغلنا الشغل دلوقتي ازاي نقضي عليه. وكل الدول دلوقتي بتتعاون ازاي تقضي عليه. بعد كده هيبتدوا يدوروا بقى مين اللي عمله ويبتدوا يحاسبوه، ده موضوع تاني. لكن حاليا اللي يهمنا ان احنا ما ينتشرش ويتحصر ويقضى عليه. ده شغل العالم الشاب، محدش بيفكر في الحته دي دلوقتي. فزي ما بقول لحضرتك امريكا كويشن مارك كبير. طيب يمكن احنا عندنا ظروف احسن شويه، ان احنا الجو الحار في الدول الافريقيه اللي بيخلي فرصه نقل الفيروس اقل شويه على الاسطح او في الجو. لان كل حتى لو تلاحظ حضرتك بتبقى الموجات دايما بتيجي في اخر ديسمبر في يناير في الجو الساعة شويه عندنا. فترات الصيف بتبقى قليله شويه نتيجه طبيعه الحراره اللي موجوده. فيمكن دي من رحمه ربنا ان الدول الافريقيه درجه الحراره فيها مرتفعه شويه فالفيروس بيبقى اقل. الاهم من ده كله الوقاية. بس حضرتك برضو ما جاوبتنيش مين الدولة الإفريقية الأكثر إصابة بفيروس كورونا؟ جنوب أفريقيا فيها دول فيها إصابات كتير قوي على فكرة. جنوب أفريقيا ومصر فيها إصابات طبعا. كل الدول فيها إصابات، هي بتعتمد أنك تحدد مين أكتر طبقا على مصداقية التحاليل والتقارير اللي بتطلع. وبناء على التقارير ممكن تقارير تطلع غير مطابقة لأمر الواقع، لكن بيبقى عندك حالات اكتر. فدي بتفرق طبقا للنشر بتاع الجهات المسؤوله عن الحالات اللي موجوده عندهم.
لكن احنا برضو ظروفنا احسن من غيرنا في الحرارة زي ما قلت لحضرتك، والجو عندنا الى حد ما بيساعد على القضاء على الجدار بتاع الفيروس لانه ما بيستحملش الحرارة. الحاجة التانية اللي انا يهمني جدا الوقاية. احنا ايه اللي دخلنا في العك ده كله؟ يعني ايه اللي دخلنا في ان انا اصاب وابتدي ادور على حاجه للمذيبات للجلطات وابتدي اخد مضادات واشوف حاجه تمنع تكاثر الفيروس؟ اللي يخش في الهيصه دي كلها. طب ما انا احمي نفسي من الاول. حمايتك بسيطه جدا جدا، البس ماسك. وعلى فكره مش اي ماسك. يعني انا بشوف ناس ستات لابسه محجبات وبعدين تيجي في حته تروح حاطه طرحه على وشها. بتحصل. يا فندم ده مش حل. طب ايه رايك بقى في الرجاله اللي هو منزل الماسك كده تحت دقنه وبقه مفتوح ومناخيره بتستنشق اي حاجه؟ ما هو ده هو لما بيجي بيتكلمك بينزله لتحت. طيب ده غلط، ما هي دي الثقافه. بص الدوله المصريه بصراحه انا اتكلم بامانه عملت مجهود غير عادي في نشر وعي استخدام الماسكات ونشر وعي التباعد الاجتماعي. فعلا ولو جبت اي عيل صغير في المدرسه هيقول لك البس ماسك واغسل ايدك بالصابون لمده كذا واعمل تباعد كذا حافظينها. طب ده في ناس مصممه تسلم بالايد وربما كمان من حب وشوق ليك ياخدك بالاحضان وقبلات يعني وتيجي تكلمه فربما يسخر يقول لك انت بتصدق الكلام ده؟ ما كل دي اعداد غلط، لكن انا عايز اكمل لحضرتك حاجه. لكن المفروض دلوقتي نخش في فيز 2 اللي هي المرحله الثانيه من الاعلام. اللي هي بقى ايه؟ اللي علمته لك. ما انا مش هعيده. اللي علمته لك اذا انت ما استخدموش او ده اللي هيجرى لك. دي المرحله اللي المفروض نوعي الشعب فيها بقى. ما نقولوش البس ماسك، ما انت ما هو كلهم عارفين. لكن دلوقتي لازم الاعلام ياخد من وجهه نظري ياخد مرحله اخرى ومنحنى اخر وهو انت اذا ما لبستش الماسك هيجرى لك 1 2 3 4. انت اذا ابتديت تسلم على الناس وتبوس وتحضن هيبقى لك 1 و2 و3 الافراح والحاجات دي يا فندم مهمه جدا 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 في انك ترفع وعي الشعب، مش ان هو ازاي يحمي نفسه، انه اذا ما استخدمش اللي الدوله علمته له وزاره الصحه هتكون النتيجه بتاعتك كده، هتفقد نفسك وهتفقد تبقى العائل بتاع الاسره وهتحصل لك كذا وممكن تدخل رعايه وتكاليف عاليه. كل الحاجات دي لازم توصل لهم. يا فندم انت بتلاقي ناس في الميكروباص اول ما يجوا عند اشاره ولا عند عسكري يلبس الماسك. احنا داخلين على علاجنا. هو انت اولى بال 50 جنيه اللي هياخدهم منك. انت بتحمي نفسك من العسكري ده. العسكري عشان يحميك انت من الفيروس. لما يجوا يقفلوا على نفسهم في كافيه بالليل ويقعدوا يشيشوا جوه عشان البوليس ما ياخدش باله منهم. ده ثقافه غلط. احيانا الانسان بيبقى عدو نفسه. يا فندم يا ريت عدو نفسه. ده انا وانت ملتزمين، هو هيعورنا. يعني ما هو ما ينفعش، ما هو ده مش بيعور نفسه بس. ده الشخص دوت اللي قاعد في القهوه هيروح البيت هيعدي مراته وهيعدي ابوه الكبير في السن وهيعدي اولاده صغيرين وقول الولاد يعني مناعتهم يمكن احسن من الكبار شويه. لكن له ام وله اب. وله زوجه والزوجه لها اب ولها ام. شوف بقى الدايره هتوسع ازاي. لمجرد ان هو دخل قاعد في كافيه وقعد يشيش وقفلوا الباب عشان البوليس ما يشوفهمش. الفكره يا جماعه مش في البوليس، الفكره ان القواعد والبوليس لحمايتك من شرور هذا الفيروس عشان تفضل زي ما انت العائل بتاع الاسره وتفضل زي ما انت القادر على العمل والانتاج، بدل ما هتقعد ومش هتلاقي مكان وهتلاقي نفسك في حته نامل ان محدش يوصلها تاني. وزي ما حضرتك شايف دي في وفيات كتير بتحصل نتيجه وجود امراض داخليه جوه الجسم كمان، ما فيش حد سليم 100%. طب هنا سؤال يعني يفرض نفسه يا دكتور، يعني هناك من يتحدث ان الفيروس ده ربما نتخلص منه قريبا ان شاء الله وهذا ما نتمناه جميعا، وفي ناس بتقول لك برضه دكاتره وعلماء يقول لك لا الفيروس ده هيفضل موجود معانا على طول، هيتحول الى دور زي دور الانفلونزا، هيجي لبعض الناس او لناس كتيره، هياخد مضادات حيويه وشويه علاجات وهيخف ويبقى زي الفل. العلم بقى وحضرتك يعني تمثل هذا العلم الان امامنا بيقول ايه؟ اقول لحضرتك حاجه، مفيش حد في العالم يقدر يجزم ويقول امر قاطع ان عندك يوم كذا في شهر كذا مش هيبقى موجود، مفيش حاجه اسمها كده. لكن نقدر نقول ان مع الوقت الفيروس هيضعف.
مع الوقت المناعة هتعلى، مع الوقت هيبتدي يتكون ذاكرة جوه الجسم، لأن خلي بالك احنا ممكن أنا وحضرتك تكون اتعرضنا للفيروس بس كمية صغيرة أوي، وربنا ستر، ما كمية صغيرة لأن مناعتك حلوة، فكمية صغيرة أوي فابتدى يتكون عندك ذاكرة لهذه الفيروس، اللي هي المناعة بقى اللي حضرتك بتتكلم طبعا هي مناعة ابتدت تكون ذاكرة بحيث لما يجي الفيروس يبقى هي تقدر تتصرف. هو ليه نسبة الإصابات في الأطباء أكتر والتمريض والفرقة الطبية؟ بياخد جرعة عالية ومستمرة. فبالتالي على طول الأيام هو بيصطدم كل شوية بياخد جرعة، كل شوية بياخد جرعة. يمكن يكون ما استخدمش الوقاية صح بأي سبب إن كان، لكن هو في بيئة عمالة بتتردد عليه جرعات ومتتالية لدرجة إن الجيش المناعي بتاعه ما بيقدرش إن هو يتغلب عليها. نعم. طيب يعني منظمة الصحة العالمية لم تكن مؤهلة بحكم المفاجأة إنها تتعامل مع فيروس كورونا المستجد، برأيك ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروسات أو جوائح الله أعلم بها سبحانه وتعالى؟ بص، لا منظمة الصحة العالمية ولا مصر ولا أمريكا ولا أي حد كان عنده فكرة ولا كان عنده الاستعداد لذلك. مفيش حد في العالم كان عنده الاستعداد. كله ابتدى يتجه إلى خطوات لحماية نفسه ومنع انتشار المرض. فتبص تلاقي دولة تيجي تقولك أنا مش عايز حد يزورني من دولة ألف وب وج لأن دول عندهم فيروسات كتير، وتيجي دولة تانية تقول لك أنا مش عايز حد يروح الدولة الفلانية. فإذا التنقل بين الدول أصبح غير سهل وغير آمن. الحاجة التانية إن كل دولة ابتدت تحط القواعد الخاصة بيها اللي هي بتتماشى مع القواعد بتاعة منظمة الصحة العالمية. يعني أنت منظمة الصحة العالمية بتحط الشكل العام للحماية، أنت ممكن تضيف عليه لكن ما تشيلش منه. واخد بال حضرتك؟ أنا عايز أزود عليه أقدر، لكن ما ينفعش اشيل منه لان ده كلام غير مقبول. واحد هو بيقول لك مثلا تقعد تبقى بعيد عن اللي قدامك مثلا 90 سنتي او متر، انت ممكن تخليها متر وربع، ممكن تخليها متر ونص، انت حر طبقا لظروفك، لكن ما تقوليش 40 سنتي. واخد حضرتك؟ فانت تقدر تضيف عليها لكن ما تقدرش تنتقص منها، لانه بيحطوا القواعد العامه اللي تتماشى مع كل الدول. برضو باكد واهيب ان لازم الشعب المصري يلتزم بالقواعد ويلتزم بالقواعد الصحية اللي أعلنتها وزارة الصحة واللي أعلنتها الدولة واللي بذلت مجهود جامد جدا فيها وفي توفير الأدوات سواء ألكولز أو سواء كمامات. وأتمنى أن الإعلام يخش في المرحلة ويعمل منحنى المرحلة الإعلامية أن لو ما التزمتش هيبتدي يحصل واحد ويجيب صور لناس حصل كذا وحصل كذا ما هو انا لما اوري الراجل او الشخص دوت انت اذا ما التزمتش اهي الشكل قدامك او هيحصل كذا وكذا وكذا، هو هيبتدي يحس ويخاف. لان احنا برضو الشعب المصري ذكي جدا، لكن ذكي جدا دي حقيقه، لكن محتاج حد يفهمه اذا ما استعملتش ده ايه اللي هيجرالك. دي مهمه جدا جدا جدا، وانا مش شايفها الحقيقه موجوده دلوقتي بكثافة في الإعلام. النقطة اللي بقول حضرتك عليها، هو أصل زي ما حضرتك تفضلت يعني الـ 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 الاحتياطات الاحترازية معروف، كل الناس عارفينها حتى الأطفال الصغيرة في المدارس بالضبط. فيعني هتعمل إيه أكتر من كده كإعلام؟ لا مش هتعمل أكتر من كده، أنت بقى هتعرفه إذا ما استخدمتش اللي أنا علمته لك نتيجتك هتبقى إيه. عرفوا نتيجة عدم استخدام القواعد اللي الدولة تعبت فيها واللي الدولة علمته له واللي الدولة وفرته له. حاجة تانية عايز أقولها، حكاية الكمامات أنت بتلاقي، أنا شفتها دي بعيني، في ناس بتدوخ من الكمامات يا دكتور. في حد بيقول لك ده أنا بستنشق غاز ثاني أكسيد الكربون اللي طالع من الرئة بتاعتي اللي المفروض أنا أطرده بره، فالكمامة بتخليني أستنشقه تاني وبحس بدوخة. في ناس بتقول كده فعلا. أنا هرد عليك في الحتة دي بعد ما أخلص اللي بقول حاجة. أنا شفتها بعيني، عربية وعليها كمامات وناس طالعه من الشغل فبيشتروا الكمامات، عربيه كرو كرو يعني زي كرو كده، ما اعرفش شيء عظيم يعني عربيه يعني احترمنا طبعا يعني. بتاخد الكمامه تقيسها وتحطها وتاخد واحده تانية لغايه ما تلاقي اللي تعجبها وتاخدها وتدفع فلوسها وتمشي. يا خبر ابيض وتاخد فلوسها ورخيصه. الكلام ده غلط. الكلام ده غلط،
ولازم يتم متابعة الناس دي. لازم نفهم الناس وعي الكمامة، مش أي كمامة. أنت صحيح. مش فكرة أنك أنت تغطي الأنف والفم، الفكرة أن الكمامة تبقى ثلاث طبقات عشان تحميك من أن أي حاجة تخترقها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أن لو أنت مصاب ما يطلعش منك. طب معلش معلش يا دكتور، الكمامات اللي موجودة في الصيدليات دي ثلاث طبقات؟ طبعا. ده سؤالي الأخير. ما هو طالما في الصيدلية مفروض طالما في الصيدلية يبقى مش تحت رقابة وزارة الصحة، يبقى معتمدة من وزارة الصحة. أنت الهدف ليس استيفاء الشروط القانونية، الهدف استيفاء الشروط الصحية لحمايتك. فعلا فعلا يا دكتور، والحكمة الشهيرة اللي كلنا حافظينها عن ظهر قلب بتقول درهم وقاية خير من إيه فدنا لك. فيعني ياريت نلتزم بالإجراءات الصحية. أنا بشكرك شكر جزيل جدا الضيف الكريم والعزيز الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي سابقا. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان. ربنا يحفظكم يا رب من كل سوء وكل شر. في أمان الله.